كتصبح جالس انا في الخدمه حتى كتجيب انت كتقول لي راه بنت صفات في المدرسه وشويش ويمكن ماتت، فاذا بها زيد التليفون تواصلت مع رئيسه الجمعيه كدات لي الخبر بان البنيته توفات الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار ويصبر والديها. وحقيقه نعم كنت كتلعب الرياضه، كنت كتلعب الرياضه وعلى حسب القول ديال التلاميذ كانت كتجري يمكن دارت الدوره الاولى الثانيه وطاحت، وما انا ما عارفش بالضبط ولكن طاحت ويمكن قالوا بلعت لسانه يمكن. وهنا انا كنقول ربما كيخص سميتو يكون داك اساسيد المدربين على داك الاسعافات الاوليه على الاقل، لان خص الدوله تزيد هذه التكوين ديال الاساسيد باش على الاقل كينقدوا داك الوليدات من الاول، والمؤسسات عموما ما فيهمش اي ادنى ربما حتى الدول الحمر ما عندهمش، ولا بقيت الدول الحمر في المؤسسه الداخل غتلقاه بيريمي ولا فاصمه ولا حشومه، لان مدرسه ما يكونش كل عام كيجدوا هاد سميتو عندهم واحد البيدجي ديال الفلوس كتجيهم ديال مدرسه النجاح، علاش ما يديروا ما يوفروش لهاد الوليدات؟ لان ربما كانوا ولادهم كيقراو هنا، للاسف اغلبيه ولادهم ما كيقراوش هنا، لان هادو وليداتنا اللي كيقراو في هاد المدرسه، حنا المدرسه هادي ديالنا كنحاميو عليها باش تبقى مزيانه، وانتم اللي كيجي بحال هاد المسائل هادي كتهرس كلش، وكنتمناو المغفره والرحمه لذاك البنيته والصبر للوالدين ديالنا. فاش رجعت لقيت الحومه مرونه، فسولت المراه ديالي قالت لي بالله راه واحد السيده كانت مسكينه، واحد البنيه كانت كتلعب السبور في مدرسه الامل، كانت كتلعب السبور وطاحت سخفات طاحت على وجهها، قالك جاو الاساتذه كيهزوها صافي، قالك زراقت البنت، قالك زراقت ما دوزاتش واحد المده قليله قالك زراقت صافي، مول الامانه دائمه قلبوا لها القلب لقاوها صافي مات مسكينه الله يرحمها. الاسعاف قالك تعطلات ربما شي ساعه، لان البنيه قالك طاحت مع التسعود حصل العشرة عجات الاسعاف، راه بزاف الاسعاف كاين غير هنا وما يوصلش على ساعه، راه حشومه راه على الاقل خص ربع ساعه ولا هذه يكون هنا الاسعاف. وهذا الشيء اللي غادي نقدر نقول لك الله يرحمها ويوسع عليها هذه البنيه هذه الله يرحمها. اختي حنايا كنديروا على هذه البنيه مسكينه واقفين معاها اللي توفت داخل المؤسسه، وكنقدموا التحيه لحارس الباب ديال المؤسسه اللي هذا الصباح مسكين كنقلبوا غادي يسكت، كنشتي الحاله اللي كان فيها هذاك الحارس تبكي معاه بالبكاء، وديك الاستاذ ديال السبور والامبيلونس تعطلات على البنيته مسكينه توفاها توفات، وكنطلبوا من المؤسسه يكون فيها الحراسه العامه مشدده، وكنطلبوا ديال الجمعيه يكونوا بالحضور دائما في الباب، لان ديال الجمعيه حتى كتوقع شي حاجه عاد كيوقع كانوا حنا خصنا نعرفوا الجمعيه، حنا خصنا نعرفوا الدور ديال الجمعيه في هذه المؤسسه، هذه خصنا نعرفوا الدور ديالها. انت كتشوفي لا كاميرات برا لا بولات برا، والدراري ساكن هنايا كتقول قتله والروح كطيح، البنت هنايا كتبقى هنايا البنت جالسه مشطه ما يخافش البنت يجرها شي واحد يديها حشومه. حنا كنطلبوا توجيهات لهذه المؤسسه هذه كامله، ويوقع عندنا الامن، ونطلبوا بالهلال الاحمر يكون عندنا داخل المؤسسه، وكندخلي وتشوفي ما كاين لا طواليطات زينين لا حتى شي حاجه. كنوب على جمعيه الاباء واولياء التلاميذ، وكنوب على هاد العيالات هادو اللي جالسين هنا مسطرين، وكنقول لهذيك راه هذيك اللي هضرات ديال الجمعيه شوف هنايا اختي صوري لنا صوري لنا هنايا العيالات كنشتين كتقول لك لا، راه حنا كنمشيو نديرو حوار مع الامهات وما كنرقاو حتى ام، حنا كنسمحوا في الماكله ونسمحوا في ماعنا ونسمحوا في صابوننا، وكنهضروا من امن يكون عندنا في باب المؤسسه. هانتي اختي كتشوفي الخلا، البنات هما خارجين من الدراسه خصهم يكونوا في المكتب، الدراري خارجين من الدراسه خصهم في المكتب، هادشي لا يعقل في هذه المؤسسه هذه، وكنطلبوا من المؤسسه تكون تضامنا مع وليداتنا. تعرفوا مع الدراري وقرا الدراري وكتشوفوا المشاكل اللي كيوقعوا، وهنا يا الجماوه هنايا ديما البنات باغي تشوفي الكوارث هنايا برا حشومه. حنا بغينا هاد المدرسه تكون كل الزاويه، وبغيناها تكون كي وادي المخازين، وادي المخازين كاينه صاحبتي راه عندهم تما السلطه، حتى حنا كنطالبوا بالسلطه تكون عندنا في البلاد، لان وليداتنا ضايعين كيجيو من مدارس اخرين هنايا بالمنبويات وجناوه وكل شيء. كنشوفي المنكر في هذه المؤسسه هذه حشومه عيب، نحن في القرن ديال 2025 ماشي نحن في العهد الحجري. حنا كنطلبوا من الجمعيه توفرنا طواليطات، توفرنا الكاميرات على برا، توفرنا الضوء على برا،
دخلت شفنا المؤسسه على مره ماشي كل ما الاداره المديره راه حشومه هادشي.